هنسيبكم مع موهبة جديدة لبنوتة حلوة، نشوف بتقدم ايه في التقرير ده ونرجع تاني. انا اسمي فاطمة بشير، عندي 11 سنة، بحب الطبلة جدا عشان هي آلة موسيقية صوتها جميل وهي حلوة جدا، وبقالي 8 شهور بتعلم مع المايسترو الجميل الفنان عزت بسيولي. أنا اتعلمت الطبلة عشان هي صوتها حلو ومبهجة مبهجة وأجمل بكتير من بقية الآلات الموسيقية. الطبلة تقدر تخلي ما بينها فاصل ما بينها هي والدراسة، لأن الدراسة أهم من الطبلة أكيد، فيعني وبرضه الطبلة مهم بس مش زي الدروس. لا ما واجهتنيش صعوبات عشان المايسترو بتاعي كان بيعلمني كويس جدا، وان هو لما كنا نغلط حتى ما كانش يعمل لنا حاجه، كان بيحسسنا ان احنا عادي ما بنغلطش ومفيش اي حاجه مش الغلط. طبلت مثلا في اسكندريه في اسقف الانفوشي، وطبلت مثلا رحت وادي النطرون، ورحنا كذا مكان دمنهور وكذا حتة. أنا حابة في المستقبل أبقى مدربة طبلة ودكتورة أسنان وعندي فرقة إيقاعات شرقية.